إنجيل القداس من مزامير أبينا داود النبي. عجيب هو الله في قديسيه، إله إسرائيل هو يعطي قوة وعزا لشعبه، والصديقون يفرحون ويتهللون أمام الله ويتنعمون بالسرور هللويا. من إنجيل معلمنا لوقا البشير. ولكن أقول لكم يا أصدقائي، لا تخافوا من الذين يقتلون جسدكم وبعد ذلك ليس لهم أن يفعلوا شيئا أكثر، بل أعلمكم ممن تخافون. خافوا من الذي بعدما يقتل له سلطان أن يلقي في جهنم. نعم أقول لكم من هذا خافوا، أليست 5 عصافير تباع بفلسين وواحد منها لا ينسى قدام الله؟ بل شعور رؤوسكم أيضا جميعها محصاة، فلا تخافوا إذن، أنتم أفضل من عصافير كثيرة. وأقول لكم إن كل من يعترف بي قدام الناس يعترف به ابن الإنسان أيضا قدام ملائكة الله، ومن أنكرني قدام الناس أنكره أنا أيضا قدام ملائكة الله. وكل من يقول كلمة على ابن الإنسان يغفر له، وأما من يجدف على الروح القدس فلن يغفر له. ومتى قدموكم إلى المجامع والرؤساء والسلاطين فلا تهتموا كيف أو بما تجيبون أو بما تقولون، لأن الروح القدس يعلمكم في تلك الساعة ما يجب أن تقولوه. والمجد لله دائماً.